السعودي. يبدو الوضع مأساويا، فقد خسر معظم اليمنيين معركتهم مع الفقر، وبات الكثير منهم متسولين في الشوارع أو واقفين تحت ضغط الحاجة في طوابير الجمعيات الخيرية التي باتت هي المعين لهم في ظل تنمر الميليشيا وغياب الشرعية. يعيش السكان أوضاعا صعبة وبالغة التعقيد جراء تدهور الحالة المعيشية واستمرار انقطاع الرواتب والنهب المنظم الذي تمارسه ميليشيا الحوثي لقوتهم. في الحديدة أيضا اختفت مظاهر رمضان وبرزت على وجه المدينة طوابير المتعبين الباحثين عما يسد رمقهم. في آخر تقرير لها أشارت اليونيسف إلى وجود مليون طفل بحالة تشرد بالبلاد وحاجة نحو 8.5 مليون شخص للمياه الصالحة للشرب، مع تعرض أكثر من 11 مليون إنسان لخطر المجاعة. تصم الشرعية ومثلها التحالف آذانها عن النداءات المتكررة لإنقاذ الوضع الإنساني، إلا من بعض المعونات الإغاثية التي فاق الحديث عنها ما يقدم. يتحدث الحوثيون عن يمن متخم يضج بالرفاه والازدهار، فيما يحيط باليمنيين واقع أكله الجوع وأصابه تدهور حاد في الأوضاع المعيشية. صحيح أن الجوع كافر، ولكن لا أشد كفرا منه إلا سرقة حق الجياع.